دائما مساء الخيرات وريالات وكلنا نفوز الليلة. حيا اليوم حلقة مشوقة جدا جدا، من السؤال رقم 10 الكل فرزوا ما عدا إيمان من البحرين بمساعدة زوجها اللي الآن في الدوام في الجمارك عم بيساعدها، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. هلأ هي وصلت عندها 3750 ريال بس عم تلعب على 55000 ريال. هلأ السؤال المقبل مش ب 250، السؤال المقبل ب 1000 ريال، لانه سؤال مش انا رح اساله، رح اساله نجم عربي بيطلع علينا كل ليله وبيشاركنا وبنقول له كل الشكر، وحنتعرف على نجم هالليله. بدايه اقول لكم مبارك عليكم الشهر الفضيل، عسى الله يعود علينا وعليكم وانتم يتم الصحه والعافيه. سؤالي يقول: الحقيقه انا سعدت لأن أشارك الفنانة القديرة سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد في عدة أعمال تلفزيونية، فما هو آخر عمل شاركت أنا مع أختنا الفنانة القديرة حياة الفهد؟ هل مسلسل رمانة أم مسلسل حدود الشر أم مسلسل أم هارون؟ يلا الجواب عندكم، وأنا متأكد أن كلكم تعرفون الجواب الصحيح، وأيضا كلكم مع مصطفى الآغا رابحين وفائزين. يلا يا إيمان أعطينا الجواب، وكل التحية والشكر لحبيبي صديقي أحمد الجسمي حبيب الملايين. يلا نجم الكبير شو يا إيمان؟ إيمان عم تستنى التليفون من زوجها، واضح واضح إنه عم تستنى التليفون من جوزها، واضح إنه ما هي اللي عم تجاوب، واضح إنه جوزها اللي جاوب عنها، ما شاء الله عليها الزوج. طبعاً الجواب الصحيح على رسالة أنا رح أقوله ولا يقوله هو، خلينا نسمعه من 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 النجم أحمد الجسمي. قول خابختنا إن شاء الله. لا بكتب فيهم. ذنب لا يغتفر. استغفر الله العظيم. خلوه يخيس في السجن. والله كفوه. كفو عليك يا هارون، زين ما سويتي، والله انك حرمه عن حريم الفريج كلهم. اذا الجواب الصحيح هو ام هارون. ايمان جاوبت صح، طبعا مجاوبه صح، جوزها عم بيساعدها. بشرفك ايمان زوجك اللي اعطاك الجواب صح؟ مو زوجي اعطاني الجواب، انا تابعت المسلسل العام. والله جد؟ لك ليش قعدتي تفكري كثير؟ لكان قعدتي تفكر كيف مركزه معي ومعه ما شاء الله ومع الاولاد والولد قاعد بالغرفه الثانيه السؤال بدون صوت. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. طيب هلا بقى رح نعطيكي سؤال من جماعه روي يعقوب. تتميز مدينه كارلو فيفاري بالسياحه العلاجيه. كارلو فيفاري في اي بلد تقع؟ تشيكيا، سلوفاكيا ام سلوفينيا؟ 10 ثواني بلشوا هلا، وخلال 10 ثواني رح تعرفي كارلو فيفاري في اي في اي بلد تقع. صارت بجاوبي ايمان؟ إيمان صارت مجاوبة، والجواب الصحيح هو عم جاوب على بكير، هي معناته ما بعرف إذا متأكد من الإجابة ولا لا. البلد هي تشيكيا.